بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحيا مع أيام الغر المحجلات، مع الفتوحات والانتصارات التي كانت في شهر القرآن في شهر رمضان، وهي معالم على الطريق ومنارات هادية للأجيال، تصنع على ضوئها وفي هديها أيام عزتها ومجدها وسؤددها وكرامتها. فما أحوجنا إلى تذكر هذه الأيام والتماس العبر والعظات منها وأخذ قطوفها الدانية حتى تكون زادا لنا على الطريق. من هذه الأيام أيها الإخوة يوم بدر، الذي سماه الله عز وجل في كتابه العزيز يوم الفرقان، فقال تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. نعم، كان هذا اليوم في 17 من شهر رمضان في السنة 2 للهجرة، التقى فيها جمع الحق بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة 314 رجلا، يزيد ذلك أو ينقص. التقى هذا الجمع العظيم في يوم الفرقان بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام بجمع الباطل الذي كان يربي على 1000 رجل بقيادة أبي جهل. وكان يوم بدر بحق يوم الفرقان، فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، فهو أعظم الأيام مكانة عند الله. بدر منهجا، والمنهج إنما هو القرآن الذي نزل في بدر يهدي للتي هي أقوم في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في الآداب، في الأحكام، في القيم، في النظم وفي التصورات. بدر قيادة، والقيادة إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الرسل وخاتم الأنبياء وإمام القادة وسيد السادة. بدر جنودا، والجنود إنما هم الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدر هدفا، وهو إعلاء كلمة الله عز وجل ورفع منارات الهداية وتحرير البشرية من الاستضعاف. بدر وسيلة، جهاد الباطل وإرغام أنف أهل الباطل. في هذه الموقعة ارتفع منار التوحيد، وحصدت رؤوس الشرك، وأرغمت معاطس أهل الباطل. خر أبو جهل صريعا، خر عقبة بن أبي معيط صريعا، أمية بن خلف، عتبة، شيبة، الوليد بن عتبة. ارتفعت رايات الإسلام، أعز الله عز وجل جنده ونصر دينه، وارتفعت رايات التوحيد في الوجود. فنقول هذا البدر العظيم الساطع في الأفق هو البدر الذي التمست منه كل معارك الإسلام عظمتها منهجا وقيادة وجنودا وهدفا وغاية. فما أعظم يوم بدر في أيام الله تبارك وتعالى، وما أكرمه على الله.